السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الأول؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال القرآن الكريم. نتابع معا اليوم أعزائي الصغار سورة من قصار السور، سورة قريش. فهل أنتم مستعدون؟ هيا معا. ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه السورة؟ أحسنتم، يقومون بالبيع والشراء. من أين يحصل التاجر على بضاعته؟ نعم، بالسفر من بلد إلى آخر. هيا معا نتعرف أيضا عن سورة قريش التي توضح لنا بشكل أفضل ما معنى هذه السورة. استمع عزيزي الطالب واحفظ معي سورة قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. هل تعلم عزيزي الطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتسب إلى قبيلة قريش؟ نعم، التي كانت تسكن مكة وكانت تعمل بالتجارة. الله سبحانه وتعالى يسر لقريش العمل بالتجارة، حيث كانت تتجه إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا. لاحظ معي هذه الصورة التي توضح لنا مكة ومكان اليمن ومكان الشام. إذن في مكة المكرمة كان بها المسجد الحرام، الشام هي رحلة الصيف، أما اليمن هي رحلة الشتاء. الآن يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العيش الكريم والخير الوفير في بلاد قطر الحبيبة. لا ننسى قول الحمد لله. أنا أحمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان في بلاد قطر. أيضا أنا أعبد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علي بالخير الوفير. أقول الحمد لله رب العالمين. إذا قمنا بالانتقال إلى التقويم صفحة 62، فإننا سنقوم بحل السؤال التالي. أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، ما رأيكم أعزائي الصغار؟ نعم، أحسنتم. ثانياً، أنعم الله تعالى على قبيلة قريش بنعمة الخير الوفير؟ أحسنتم، نعم، هذه الإجابة صحيحة. ثالثاً، كانت قبيلة قريش تعمل بالزراعة؟ هذه الإجابة خاطئة. ماذا كانت تعمل قريش؟ أحسنتم، كانت تعمل بالتجارة. ننتقل معنا الآن إلى السؤال الرابع. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تمثل الإجابة. أولاً، المهنة التي كانت تعمل بها قبيلة قريش. لاحظ معي الصورة الأولى، هل كانت تعمل بالصيد أم بالزراعة أم بالتجارة؟ أحسنتم، بالتجارة. ثانياً، البيت الذي ورد ذكره في الآيات هو، هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ أم الكعبة المشرفة في مكة المكرمة؟ أم المسجد الأقصى في فلسطين؟ أحسنتم، إنها الكعبة المشرفة وهي في مكة المكرمة. شكرا لاستماعكم، دمتم في رعاية الله. أتمنى لكم الفائدة والأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.